أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. عاد الدولار الأمريكي بقوة في الساعات الأخيرة، مما يشير إلى أن التيار الحالي ضده سيتوقف على الأقل إن لم يكن انتهى. تراجع زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي من أعلى سعر ليوم أمس فوق مستوى 1.1750، ولكنه لا يزال مدعوما بشكل جيد. ارتد زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني مرة أخرى بعد أن وصل إلى قاع بالقرب من مستوى 105 نقاط، ويختبر المقاومة عند مستوى 105.67. تراجع زوج جنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي من أعلى سعر ليوم أمس عند مستوى 1.1900، ولكنه قد يجد الدعم عند مستوى 1.2850. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.